أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من النزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في أم مم القيوين ممن صدرت في حقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك وعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع والحياة العامة